السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا محمد اللامة يحييكم من قناة الوطنية، وأقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في السياسة. ضيف الليلة هو الأستاذ محمد الببوس، رئيس حزب المستقبل. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد. طبعا شكرا على الحضور وقبول الدعوة. أستاذ محمد، المشهد السياسي الموريتاني اليوم باختصار كيف تصفه؟ المشهد السياسي اليوم في موريتانيا اعتبره على انه مشهد تأزي بشيء ما، وان كان فيه انفراج توصلنا له عن طريق الحوار الماضي، يعتبر بعد ان حضروا فعاليات سياسيه مضغوطه مستوى معين من النضج، واعلنوا ما جرى في ذيك الايام اللي ذكيه كانت مسائل نعتبر بعد انها طاقت جميع الابواب مهمه وكانت تشجع عن الجو اللي طبع ذاك اللقاء السياسي الاجتماعي، حتى على انه كان جو على المستوى في الوقت اللي نأسف انضم ضيف كبير، ضيف مهم، ضيف قوي، ضيف عنده اهميته في المشهد السياسي الموريتاني، وكان يزيد حضوره ثقة ويزيد الطرح ويقوي حتى بين روابط النسيج السياسي اللي مكونين الأحزاب الموريتانية وحتى المجتمع المدني لبعض من اللي يتعلق به الشيء اللي يقعد ما أحضر، ويا غير أعتبر بعلا وإن كنا نقد نعود ونختار عودا لا ما هو لاحق ذي الحدة اللي ذا هي يتملى في إطار الأمور العادية به اللي دائما فم شد بعض من الأمور بينات الفاعلين السياسيين، فم بعض من التقارب وفم بعض من التباعد أحيانا، وأنا أعتبر بعد صراحة المسألة تمشي من الدعوة الصحية واضح فيه اللي عنده مبررات وفيه اللي قد يعود كان قد ما يخلق به بكل صراحة. أكثر هو مسائل سيكولوجيكية من مسائل ذكية بارحة تبنى على شيء صلب يفهم فيها بعد انها قديلات يلوذ لها لقاش الحلول يا شبار. واضح. طب هناك مثلا من يقول ان نتائج الحوار او الحوار نفسه قد زاد الامور سوءا في غياب من اشرت اليهم بطيف قوي وله وزن في الساحة. هل تعتقد أنهم بهذا العرج أو بهذا الخلل يمكن تطبيق نتائج حوار وصفها البعض بالهزيلة في غياب قوة وازنة مثل المنتدى والتكتل، وأن ينبني عليها أساس صالح للمستقبل يشكل انفراج كما أشرت؟ أنا في الوقت الذي يحتاج واللي كيف قلت في بداية كلامي بأني أعتبر بعد أنه طيف شكل نقص اللي هو غيابه شكل نقص، فهذا اللي خلق على مستوى الحوار والنهارات. لو سمحت المشير المخرج يشير إلى تعيد الكلام اللي ذكرته. قلت أني في الوقت الذي أذكر والله أحترم معناها عندي الطيف اللي غاب عن حوار المنتدى والتكتل، واعتبر بعد انه صراحة قد عود كان فم نقص نظرا ل عفوا سيد الرئيس، سوف نذهب الى فاصل ونعود اليكم.
طبعا سيد الرئيس، قبل الفاصل كنت عن نتائج الحوار، البعض يقول انها قد يعني خلقت ازمه جديده بدل انفراج كما اشرت انت، في غياب المجموعات اللي ذكرنا اللي هي الوازنه اللي هي التكتل واحزاب المنتدى. كنت انا ذكرت باني مع احترامي للطيف الذي غاب عن هذا الحوار، واللي اعتبر بانه غيابه نقص، ذاك اللي نقدر نعود احنا كنا نتوخى وندور به، اللي نعتبره بعد انه قد يعود زي اضافه مهمه واحنا فاصلين فيه. اذكر بمساله بسيطه، 2011 حضار الحوار التحساء ويعتبر حوارا والكل يتكلم عن نتائجه، وما زلنا أو ما زال البعض يطبل على ما صدر عن ذلك الحوار. فكيف 2011 ولا 2013؟ 2011 حوار ما بين المعاهدة والنظام. اليوم المعاهدة موجودة ما عدا حزب واحد منها في الحوار، ينضاف على المعاهدة ذاك اللي جاء من الأحزاب السياسية اللي معارضة. فكيف يكون هذا حوار عرش 2015 في الوقت اللي هو 2011 كان حوارا ويسمى حوار وله حتى حوار المعاهدة والموالاة كان حوارا على الأقل وصفه البعض بالهزيل، على الأقل ونتائجه على الأقل على الأقل نعطيه مقدار أكثر من ما اعطينا لحوار 2011. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى نختير هنا نقول اعلن الحوار فعلا هو مساله بين طرفين يختلف في راي معين، ومهما كان عدد الاطراف هذا يعتبر حوار. المهم هو انه يحلحل شيئا ما بعض المشاكل المطروحة، على أنه يوصل عن طريقه إلى أهداف إما هي كانت اللي تسعى وراها الناس المتحاورة، والله يقد أحيانا تعود حتى تسعى وراها ذيك اللي ما حضرت. يعود أخذ بعين الاعتبار ما يليج في صدور الآخرين وعلمت طريقة عليه بأحسن ما يمكن منه. ما هو طيب ما هو ما يلج في صدور الآخرين؟ ما هو ما يلج في صدور الآخرين؟ ومن هم الآخرين؟ ما يلج في صدور الآخرين هو أن علينا كل من هم هؤلاء الآخرين؟ آخرين عيني على المنتدى، عيني على يعني أنتم قرأتم أفكار هؤلاء وطرحهم تعتقدون؟ أولا قبل كل شيء إحنا هذو جايين من ذوك الناس اللي ذكرهم. كنتوا معاهم؟ كنا معاهم. طيب. وجاوا معاهم واحدين اخرين. وخالقين واحدين معاهم هما درك كانوا بالجهه الاخرى. عن هذا تلاقح ما بين افكار ولا تبعد فكره عن حد في ذي الامور اللي هي ما دمنا كلنا موالاه ومعارضه ما نبحث عن شنو؟ ديمقراطيه ناجحه تقد تعود تنفع ذا البلد اللي ذهب، وعنها توصلنا الى بناء دولة قانون كلنا على حد، وحنا جماعات نشوف فيه دواتنا. حق عنا نقدروا نختلف في الطرح، نختلف في الاراء، غير الاهداف وحده هو ارساء هذه الدولة اللي هي. وما دام هذا هو الامر، وبعلنا صراحة ذيك الاليات اللي ظاهرنا بعنا اللي تقد تعود هي اللي تقد توصلنا ذي الامور اللي هي، يلا نعودوا نعدلوا من الحاليات، نعودوا ليه نقدوا نبنوها ونحي احترمها كل واحد منا. وهذا هو اللي نقوله، وهذا هو اللي واحدين فيه يسوى الصلاة جان المنتدى. طب سيد الرئيس، ما الذي طرحتموه مثلا وتعتقدون انه قد يلبي مطلبا او يلبي ما يلجوك بعبارتك انت في صدور المنتدى والتكتل؟ من بين امور طرحنا وبعلن احنا ظاهرنا بعلن كموريتانيين
كلنا أبناء هذه الدولة البدائية. مفروض. كلنا. شعب أطيافنا. وأعلنها دولة لي وللآخر. معناها أعلنها الإدارة لإدارة الدولة البدائية خدمة لي أنا وإن كنت معارضا، كما هي تخدم ذاك وإن كان في موالاة. وعني كمواطن موريتاني، الدولة زقلت في وقتها وأموالها، أعلني بقدر ما عندي لي واجب بعني أخدمها، عندي حق بعني هي توظفني كما توظف. معناها ذا اللي قال الإدارة، إدارة كاملين تخدمنا ونخدم فيها من أجل أعلن نعود إليهم بدون حق وشيء هذه الدولة اللي هي. ثانيا، وبعلنا احنا قلنا عندنا ندور دولة ديمقراطية. قلنا بعلن الدول تبنى على الكفر ولا تبنى على الظلم. احنا ندور عن ذي الدولة اللي هي يعود أساس هذا اللي قالوا العدالة. وعلن أنها تعود لن تتساوى فيها الناس كاملة موالاة ومعارضة، فقيرا وغنيا. سيد الرئيس، هذا كلام عمومي، لكن ما هي كيف ساهم أو ساهمت نتائج الحوار اللي أنتم اشتركتوا فيه فيما يعزز هذه الأمور اللي أنت ذكرتها، اللي هي دولة العدالة والديمقراطية وإلى آخر الكلام اللي تذكرته؟ هذا من بين اللي قلت. أولا هو علم تعود اللي قال والإدارة، إدارة تخدم المواطن. هل حققتم هذا؟ كيف نحققه ونحن في أول الأمر ونحن ما زلنا نحافظ على هل قطعتم خطوة مثلا؟ المخرجات يعني ضرب عنها تطبق على أرضية الواقع. ثم مسألة واضحة، الحوار عبارة عن مسألة بين كيف قلت أطراف. يا غير لا بد له من الشهر، لا بد له من السنة، لا بد له من سنتين للتطبيق. المهم فيه أولا هو القبول المبدئي لذاك اللي توافقت عليه مدة. ثانيا هو أعلن مدة تقبض الآليات من أجل تطبيق هذا اللي توافقت عليه. ثالثا هو بعلن كله يجد عليه، بعلن أنه حامد اللي وافق عليه، وعلن أنه يا الله يتشبث به يا ذاك اللي جاء، والله ذاك اللي ما جاء يجد عليه بعلن هذا خالي منه شيء، وعلن أنه هو من اللي يجد عليه بعلن أنه فرض عليه من يتعامل معه. معناها خالقة مسألة يدورها الحوار وفيامس يدورها لقاش نتائج اليوم، هذا قالوا المستحيلات. يا غير اللي يلا يعود مخرص، واللي يلا يعود كلنا يسعى لشنه، وبعدنا ذاك اللي توافقنا عليه أننا نحترم كلنا روسنا، قلنا نحترم به اللي احنا ندور به بناء دول. على سبيل المثال قضية هذه اللجنة المستقلة للانتخابات، هذه ما هي للموالاة ولا هي المعارضة، هذا الغرض منها أساسا شنو؟ بعدين يعود فم رقيب على هذه العملية الانتخابية اللي احنا كل مرة نوحلوا فيها. إياك نعودان إلى ترشحت مقرش على أني ماني اللي نظلم، ومقرش بعد ذاك اللي حصلت عليه على أنه ليه يزقر وليه نراه كما هو، وعلى أني ذي الناس اللي رقيب علينا كاملين أنها ما هي لي أنا ضد ذا ولا هي ضد ذاك. إياك تعود معيانا يا غير تساوي بيناتنا ذيك العدالة الذكية وتشرف على عملها صيفة تعود لي تخرجنا من ذاك اللي ينقال له المراد اللي ما هي شفافة، الظلم اللي شي ماذاك يخلق معنى تكوين حتى للمواطن، بعد أنه يعود ليه قد يختار عن موقع ثقة، يختار به اللي ظاهر له بعد أنه ذا البرنامج اللي ذا هو إلى زرق عليه بعد أنه إلى فاتين عاد صاحبه هو اللي ينجح بعنه اللي يطبق بحذافره، وهذا هو اللي تصبو الناس كامله واللي دور الناس كامله. صحيح. نعرفه بعد انه ما هو الصبح يا غرباء نعودوا. لكن سيد رئيس اللجنه المستقله للانتخابات النظام عرض يعني كانت من ضمن النقاط اللي متفق على موضوعها مع المعارضة حتى المنتدى والتكتل وعرضها عليهم، لكن الجماعة يعني رفضوا بدون موضوع طرح موضوع الحكومة. ألا تعتقد أن مثلا اللجنة الوطنية للانتخابات السابقة كانت لجنة متفق عليها بين جميع الأطراف، ولكن النتائج اللي
توصلت لها والله اعلنتها كانت محل خلاف الجميع. ما الذي قد يتغير مثلا في اللجنه الوطنيه هذه المره عن اللجنه الماضيه؟ ما فهم اللجان الوطنيه الانتخابات، لجنه مستقله للانتخابات، فهم لجان مستقله للانتخابات خلقت فيها واحده خلقت 2009 اخر لجنه، اخر لجنه اللي كانت راسها بعض من احزاب المعارضه ما هم فيه، وهو المنتدى درك ما هم فيه. هذه عباره عن بس مثلا توافق بين المعاهد واحزاب الموالاه اللي كانوا حاضرين في الحوار 2011، وفعلا على انه عدلت بتوافق بين ذيك الخلطه اللي ذكرهم. يا غير العمل البشري ما هو كامل، وهم من نفوسهم هم اول من صرخ وقال بعنها لجنه غير عادله وعنها لجنه فاشله، وهذا هو اللي وسب على ذو النهارات انطرح بعن هذه اللجنه اللي هي يا الله معدل من حالياك ما ترى من فحسب، يا غير ينقبض لها معايير اختيار جديدة وعود له تختار لهذيك الناس اللي أكفاء اللي تعود تقوم بذاك العمل اللي منوط بها. وحتى أعلنها إنين نقابع لأنه ذي اللجنة اللي ذا هي يقد يخول لها لا في قضية التعديلات الدستورية وعلنها تعود رقيب على ذي اللي قد يخلق. حتى بعض من الناس رفض بناء على التجربة السابقة به اللي ما ظاهر انها تعود اهلا للقيام بذاك العمل اللي ذاك، هذا ما معناه. وبعلن فهم بعض من القضايا ظاهر للناس بعنها يا الله يخلق فيها تعديلات، يا الله يخلق فيها تغييرات، يا الله يحاول اياك تعود تحسن، هذه الناس متوافقه عليه. يبقى كيف شنو هي بعض الامور اللي يلا تخلق فيها تغيرات والله يلا تحسن؟ عفوا ما هي الامور اللي اشرت لها يلا تخلق فيها تغيرات والله يلا تحسن؟ هذا على مستوى اللجنة المسلمة. لا انت مع قلت مع ان هناك يا الله او اداء الحكومه احنا نريد ان يخلق فيه تحسن من اللي نعتبره بعد انه صراحه يقد يعود اداء ما هو لاحق الخلق، وعلى انه ما يلبي طموحات ولا تطلعات الشعب الموريتاني، وعلى انه حتى ظهرنا ظهرك على نرجع الى الوراء. هي بعد ان عادت ادارتنا اداره استعماريه بدل ما تعود تريد خدمة المواطن، هي تريد أن المواطن يخدمها عكس ما ينتظر من 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 كل رقاش. هذا من ناحية، من ناحية أخرى ما اللي هو بعلن خالق شيء قال له أحيانا قلة التجربة لبعض من الناس والعماء والولاء الأعماء للقائد احيانا هذا هو اللي يخسر اللي قالوا الاداره به. اللي الغرض من الامور اللي هي شنو هو بعلن الاداره تعود في مستوى تطلعات المواطن، الاداره تعود بوق للمواطن ياك يوصل اهاته واناته للقائد، الاداره تعود وسيط ليه قد يمكن بعلن ذاك اللي ليه قد يعود هو اللي اصلح ليه يوصل للمواطن، وذاك اللي عند المواطن على انه زاد مولي الله يوصل للقمه يوصلها باحسن وجه ممكن. يعود هذا ذي الحلقه مفروع ما يخالف، ويعود كيف تنقولوا الاداره بو العكس ضد المواطن، تصبح الدور اللي مطلوب منها ما قامت. انتم تعتقدون ان اليوم الاداره ضد المواطن؟ نعتبر بعد ان فم اخطاء. فم اخطاء يا الله تصحح. طيب من يتحمل مسؤوليه الاخطاء؟ تتحملها على كل حال الدوله، الاداره تتحمل، الحكومه تتحملها، هذه الناس اللي تدير الشان العام هي اللي تتحمل الامور، هي اللي يلا تراقب على الاداره وتحاول. طيب انتم في استاذ محمد، انتم في حزب المستقبل هل تثقون مثلا اليوم في النظام او الحكومه او الدوله بانه قادر مثلا على تصحيح هذه الاخطاء اللي انت ذكرتها او على الاقل تغييرها للافضل؟ هل هناك ثقه؟ ثقه احنا ما دمنا حاورناها وما دمنا قدمنا آراء وندوروا على انها تطبق على ارض الواقع، على الواقع معناها على ذم مبدئيا ثقه.
يبقى فمه وبعد أن نتطلع على ذا اللي ننتظر منهم هما بعد انه نشوفوه نلامسه وعن يعود واقع حقيقي ذكور وعن يستفاد منه المواطن الموريتاني. هذا يرجع بالنفع علي نحن كمحاورين، يرجع بالنفع عليهم هما كحكومه، به اللي حكومه قامت بواجبها وقدت تستوعب مواطنيها. معناها على انه ما هو كسب نحن فحسب، غير كسب لهم هما، به اللي صراحه هما الى عادوا دائما ذم شرخ بينهم هما مواطنين، ذم شرخ بينهم هما الطيف السياسي، ما قدوا يلبوا طموحات المواطن الموريتاني لا محاله يعقب لا يعودوا له يزولوا بهذه والله ذيك، ولا يعود لا فم بلبله دائما، ولا يفهم دائما فم اضطرار، وهذا ما يفيدهم كمده حاكمه، هي اللي المده الحاكمه يفيدها الاستقرار، يفيدها يطمئن شعبه، ويفيدها بعد يذيق فيها شعبها، اياك يعود له قد يواكب اللي هي واحده فيه. طب انا سوف اقتبس من كلامك قبل او توصيفك قبل تقريبا 3 سنوات للنظام الحالي، وأطرح سؤال. طبعا أما جمع من أنصار حزبه في مقاطعة الرياض أنه لا يمكن بناء وحدة وطنية وتكافل اجتماعي وديمقراطية في ظل نظام لا يؤمن بالديمقراطية والعدالة أصلا، لأن من انقلب على السلطة ليس من أجل الوطن بل دفاعا عن مصالحه الشخصية الضيقة حسب تعبيره. هل هذا الكلام لا زلت تعتقده أم أنه كان كلام للاستهلاك أم أنه كان خطأ منكم؟ هذا الكلام قلت شيء قد يعد أطمن في وقت ما، وقد نعود معطيات تجربة وسات في ذلك الوقت على أني لا أثق في هذا النظام. إجابة مع ذاك النظام اللي ذاك، وظهر لي ملي بعدين قمت بعض من النشاطات السياسية وصلت إلى محاولة ترحيل النظام، غير جد علي بعدين ما نقدر نعود ندور الديمقراطية بالعنف، جد علي بعدين هذا لدني والله هذا النظام وإن طفح في وقت ما مستحيل على أنه يصلح في وقت آخر، وعلني لكن طفح في وقت ما ويصلح في وقت آخر، فسر لي هذا المثال. أنا قلت على النظام الذي هو أطاح بنظام سابق وراه ذاك النظام عندي عليه، قلت أنه انقلابي، هل لا زلت تعتقد أنه انقلابي؟ انقلابي حين أطاح بنظام كان انقلابي، وحين أجريت انتخابات راني ماني مقيم كيف، وانتصر انقلاب أدلو وفات أخبار يقير هو في استحقاقات معينة انتصر على خصمه، يبقى هون على اني ينين عود انتصر على خصمه اللي هو من من ترشح معه انا ذا في انتخابات انا لان نقول لكم بعد اني 2009 شخصيا استغربت على ان نقبل الترشح، لان نقول لكم على اني في حوار ذكر طلبت على ان والعبد العزيز لا نقبل له الترشح، على ان اكثر اللي نقد نعود هنا قبلون الى سامحنا ولا نحبس، هذا كلامي يعني. وقلت بعد ان اينين نعود اللي نترشح مع عبد العزيز 2009 لماذا ما نقلبه ما نقبله ان نعود في حكومته الانقلابيه، هذا كان كلامي. وطلبت أنني نعود لعبد العزيز اللي يترشح،
أعلننا العدل 5 سنوات بلا سيف. وضع، لكن ما الذي غير هذه الآراء؟ تتكلم به ومنقلب على النظام. ما الذي غير؟ أنا جريت إلى أني أحضر في انتخابات وأعلنني نعود في طرف بعض من الناس اللي حاضر في الانتخابات اللي هي يعني فور الانتخابات ينجح عمر والله زين. شخصيا اعتبر على انه ما دمت قبلت عن انشاء الانتخابات يا الله انا قبل النتائج وفاتي الامور اللي هي نبقى عند قاو عندي ما اخر يعني يقول عبد العزيز في مرحله ما ظهر لي بعد اني احبب الحوار على الصراع وان كان الحوار صراعا. طب انت في اتصالك مع بعد هذه المواقف الحاده اللي انت عبرت عنها في شتى المناسبات ووصفت النظام بشتى الاوصاف من انقلابي وغير ديمقراطي وخطر على الوحده الوطنيه، قلبت 180 درجه الى محاور سلس هاي المسافه بين هذه التناقضات كيف قطعتها؟ هل انت اللي اتصلت؟ هل الجماعه اتصلوا بك؟ قول لي لو سمحت كيف جرت ال اتجاهي وإدارة الظاهر للآخر والعمل على تصنيف عمر أبديا بقضية معينة كذا هذا ما لابد منه. أنا نقدر نعود كنت شايف على عمر مسألة معينة عمر اللي هو النظام اللي هو النظام أيوة خلينا والله سمي. واحد ثاني خلينا نسميه يا غير أنا بحواره وبجباري معاه دوريا كان يعطي مولانا عنه يتغير دوريا كان يعطي مولانا وصل له فكرة تعود فرصة على أن نجلس على طاولة ونعمل معا على بناء هذه الدوري اللي هي من قال على أني ما نقد نأثر عليه من قال على بعدي ما يقد يأثر سلبا انطلاقا من الامور اللي هي انا ما نقول بعلن محمد عبد العزيز ملك ولا نقول بعلن الموالات اللي تعدل كله صالح ولا نقول بعلن الاداره واقع لها واقع لها يا غير نقول بعلن الخلطه اللي هي لاني جربت انا بدات بالمعارضه وما زلت معارض حتى الان غير ظهر لي بعلن المعارضه اللي هي تتطلب مني علينا أن يعود فم استعداد للاستماع الرأي إن نعود ظاهر لي بعد أني نقد أؤثر أني أحاول راجل صبعا المحاولة اللي هي تنجح إلى نجحت الحمد لله قمت بواجب وصلت دولتي وشعبي من مرحلة إلى مرحلة كذا لا قدر الله ما خلق ذا أنا ما زلت أنا عندي رأي عندي مشروع المجتمعي عندي طرحي عندي استراتيجياتي وحواري مع عمر ولقائي معاه ما يخلي ما يقلع من أيدي اللي بين أيدي. طب واضح سيد الرئيس، لكن أنت دفعت ثمن غالي نتيجة للموقف اللي أنت اتخذته بما ثار من المشاكل حوله وحول الحزب وصلت حتى إلى القضاء، هل حصلت على ثمن مقابل هذا الموقف اللي كلفك؟ وما هو هذا الثمن اذا كنت حصلت عليه؟ خير نذكر خير نذكر على اني اللي قاموا به زملائي كان قبل مد ايدي لول عبد العزيز. واضح، سوف نصل الى كان قبل ذلك. طيب هل حصلت على ثمن مقابل هذا الموقف؟ وما هو هذا الثمن؟ لم انا ما نقول عني حصلت على شيء، اللي حصلت عليه شنو؟ حتى الان هو بعد اني استمعت للرجل استمعت لما حول الرجل واللي مازال بين يديه هو الاستعداد التام من اجل العمل الى حلحلة المشاكل اللي مطروحه بما اوتينا كلنا من قوه والاستماع بعضنا للبعض اياك نعود اليه نقدوا نبنوا معا
ذاك اللي قد يمكنه من الوصول الى الهدف اللي هو هدفنا كلنا. هذا هو توصلت واعتبر بعد ان هذه خطوه جباره. النتائج ما نقدر نقول عني توصلت الى نتيجه ملموسه به اللي ما زلنا في مخرجات اللي قالوا الحوار. واضح. يا غير ما املي هو بعد ان هذا اللي توافقنا عليه على انه يوصل الى واضح. لا قصدي انا الى النور. هذا الموقف اللي اتخذته من معارض صلب يصف النظام بشتى الاوصاف الى محاور ناعم ومستعد لان يسمع ويسمع وحتى يطيع اذا كانت الكلمه يعني في محلها، والنظام كريم وبركاته تصل الى كل من يريد ان يجذبه، هل طالت كبركات النظام مثلا في ثمن ما يعني بصراحة مشاهدين ينتظروا يا أخي؟ أولا وقبل كل شيء أنا قال عندوش إلا مولانا ما هو العباد. غير نختار نذكرك مولانا قد يمشيها لك عن طريق نذكر بقضية نذكر بقضية. أنا في أوج معارضتنا لنظام معاوية سيد أحمد الطائي وإبان نشأة مفوضية لحقوق الإنسان كذا والدمج حاجة لي بعني كنت في منظمة نجدة العبيد، كنت نائب رئيس المنظمة بكر المسعود. بكر المسعود ومثلت المنظمة في مؤتمر المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان في بانجول، وحملت رسالة فيها بعلنا نطالب كمنظمة وأول شريك يهلا يهود الذي مفوضية على أن طالبنا برسالة رسمية على أن نجابر معهم نشدوا معها الأخبار من أجل على أننا سطروا معا استراتيجية التي تمكننا من القضاء على الاسترقاق، وعلى أننا حتى الآن ما بتنا رينا الجواب. نختار نعبر هون باسم منظمتي بعلنا مستعدين رانا نجابروا مع عقبت إنين جيت وصاني الرئيس صغات لي القاعة صغاء عميق، قال لي الرئيس أنا ذاك سيد الرئيس وطالب منك عنكم كمنظمة رئيس اللي هو رئيس منظمة الإفريقية لحقوق الإنسان أنا ذاك سينيغالي ساين، قال له فلان جانك والله جوب طالب منكم بعنكم تعدلوا رسالة جديدة وتوصلوها للمفوضية ونخرصوا كانت تتعامل معكم والله ما تتعامل معكم. جيت هون وطرحت القضية ويبدو لي بعد ذاك ما راق الناس. هذا معناه شنو؟ هو بعلن ما أعلني عندي رأيي وعندي مواقفي، ما معناها بعلني ارفض راي الاخر، والله ارفض اي نجابر مع الاخر، الا علني انا عندي راي عن الاخر، انا عندي تجربتي مع الاخر، انا الراعي في ذاك اللي عدى الاخر. غير نظره كان هذا مبرر اني ابتعد عن الاخر وحده. ثاني ما يهديك اختير وذكر بقضيه ام اللي اخر اخي. أنا أستاذ مسقط على الثقافة وعدلت السياسة في ظروف أنا هو اللي نعطي ما لدي إياكنا نعدل السياسة، وجا زمن للطايع اللي قال وخيرته للطايع واللي صفق له للطايع يوزر ويعطاه الفضة ويبجل، ما قد ذي أثر علي، ما ظهر لي ما نبع لأني قد نعود يفرح بالخافي مات لي من العمر أكثر من اللي فات نعود له نقبل بعد ذي اللي فت حصلت عليه من مكان اجتماعي وبعد ذي الثقة اللي وصلت في مجتمعي وناس حولي عني نعود نبيع راس. ثاني ما يهديك مولي فما مسألة ولا يقدر يعود رقاش، ما هو أدنى من الناس كأن يعود مولي بايع ليه نبيع راسي
أن لا يعود بها على الأقل ظاهرة علي المسألة. إما بايع راسي ياك نعود وزير، لا إما بايع راسي ياك نجبر طريشة معينة، إما بايع راسي. ويبدو لي بعد أنه قالت الناس على أني مراح يذوك هو وتخرص فيه الناس إلى عاد يخلق منه شيء. راه هو تقول ذاك اللي تقول، والعاد هذا ما خلق منه شيء، خالق ذاك اللي تقول للناس. ان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان قال عن ذاك، وان قال عن ذاك، وان قال عن ذاك، واضح. وانا قهوه هو اللي قعد اضعف حلقه اضعف حلقه في الامور اللي هي، وذاك اللي ان قال عني اللي نقول عني راني معري كتافي وتوف المولان وضربنا عقل على كل حال. وضحت الفكره. سيد الرئيس، ما دامك ذكرت حقوق الانسان، وطبعا واسمح لي سوف استخدم تعبير لأنه قد يكون هو الأقرب بصف للواقع، سياسيين أو نخبة الحراطين تبدأ بحقوق الإنسان، ولكن هذه الحقوق لا تجمعها بل تفرقها. لماذا؟ يعني إذا كان المبدأ واحد والهدف واحد، لماذا لا تكون يعني تكون هذا المبدأ وهذا الهدف يوحدون من ينادون بنفسه بهذه الحقوق؟ مثلا شفت الحراطين بشر وكلها عنده طموحات وكلها عنده أهداف وكلها مالي عنده وسائل، تجابر مادة على هدف واحد. وإن كنت أنا ماني معاك على أن كلنا بدأنا كحقوقيين، بلي أنا بدأت في الحر كسياسي أو كحقوق. الحركة ترفع الشعارات، أنا لما وصلت مكافحة الرق العبودية يا غير كنا نختار نذكر على الانفصام ما بين قادة الحر ثمانينات وبعلن البعض واسب على أنها حركة حقوقية وعلى أنها ما يلا تمارس السياسة، وعلى من ينتمي على للحر يمكنه أن يكون بعثيا وناصريا وديمقراطي أو كذا أو كذا. البعض الآخر قال عنه من ينتمي على الحر للحر عليه أن يكون حر وعلى أنه يعدل السياسة. وأنا كنت الحقت ذيك الجهة اللي ذكية اللي تعتبر بعدن الحر منظمة سياسية، معناها أني بدأت بالسياسة في الحر. هذا من ناحية. أما بما يتعلق بالسؤال، معناها على أن فم ياس من الأمور، أحيانا تختلف الناس بالاستراتيجيات. به اللي ظاهر البعض من الناس كيف قلت في بداية الحر على أن الحر لا تعد لا حقوقية، وعلى أنها ما دامت حقوقية بعنها تخلي السياسة إلى جانب، وعلى أنها قوم هي لا تلاولة هي عدلوا السياسة والله يترشحوا بها يترشحوا بها بس مشي ثاني وله باسم الحر. خلقنا في صام خلقت مرحلة أخرى، هو بعلن حتى بعدينين حاولنا نعدلوا السياسة، ظهر البعض على ان ما نقدر نعدلوا السياسه به اللي ما عندنا امكانيات، وحتى بعدنا الاجتماعي ما يقد ما يسايرنا به اللي ما هو مثقف ولا يتقاسم معنا حتى الطرح به اللي ما هو فاهم، وعلى ان اللي بكل صراحه من ناحيه الامكانيات الماديه على ان ما فينا اللي قد يمول حمل. لماذا نحاولوا بعد ان نعود نعدلوا السياسه واحنا عاجزين عن المرد اللي في الإطار الحقوقي؟ فمن بعض من الناس ظاهر له به اللي خلينا نتلاو ننطلق من واقع جدي، اللي قدي كابر ويزايد على الحر في العمل السلمي من أجل استئصال اللي قال له الاسترقاق منه في ماضيه في ماضينا وفي حاضرنا منه. إنين يعود قد مدة تقعد تقول بعد أن ذيك الناس اللي ذيك هي لا مد واقع له على أنها ما عدلت سبوا على أنها ما عدلت كذا ولا ما عدلت كذا، وين يعود وعادوا الجوائز مزرقة طرقوات كل واحد قام يتنطال جائزة في ذي الأمور اللي هي، معناها على أن هذه تقييمات يعدلها بعض من الناس وهو حر فيه يا غير. يبقى على ان احنا كحراطين ما نقدر نعودوا في اطار واحد به اللي ارائنا مختلفه،
ولا نقدر نعودوا في بوتقة واحدة به اللي أهدافنا وطموحاتنا تختلف. إحنا بشر كيف البشر كله، ولا فرعين نعودوا في مردة واحدة يا غير ذا، يرجع لاختلافنا، اختلاف مشاربنا، اختلاف طرحنا، اختلاف طموحاتنا. اللي وفينا البعض اللي قد يعود أمه اللي دار منه قال لا مرد يديره في البنت. واضح واضح. طيب السيد الرئيس، مثلا هل تعتقد أن المنظومة القانونية لموريتانيا اليوم بوضوح يعني تكفي من على الأقل من ناحية النظرية لمكافحة ما يسمى بالعبودية أو الاسترقاق أو مخلفاتهم أو أي شيء يتعلق بهم؟ هل تعتقد أننا قانونيا على الأقل يعني وضعنا من القوانين ما لو طبق قد يقضي على هذه الظاهرة أو أثارها؟ أو أنا قلت تسمح لي بفاجئك بقضية؟ تفضل. إحنا لو ما طرحنا ولا قانون واحد يتعلق بالعبودية وجد علينا إحنا كمواطنين وقادة رأي وحكومات بعلن هذه المرد مشينا وعلنها اكل عليها الظهر. لا خلينا سيدي الرئيس، لو ترسان القانون عفوا لان الوقت يداهمنا، هل تعتقد ان ترسان القانون الموريتاني اليوم؟ لا بطبيعه الحال تساعد، انا اعتبر بعدنا تعود ناقصه. ما الذي ينقصها؟ ينقصها هو بعلن انذا على سبيل المثال اللي نقد نعود شفت حاله معينه كذا اعلن اني نعود ليه نقد نوصل لمفوضية معينة كذا، وإن كنت ماني منظمة حتى ولاني 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 سلطة، أني نوصل الجهة من السلطة معينة كذا أخبرها بقضية معينة توديك الجهة تتحرك فورا من أجل علنها أو تلاحظ ذا اللي خالف وعنها تحاول بعلنها تتعامل معه بجدية وضبطة ولا هو ذا اللي مبارك معه ظهرك. واحدة الثانية، إحنا زمن الولداده كانت فم اراء من اجل استئصال القضيه اللي هي مرورا بالهيدان وجو الطايع ورعينا ضركت في وجو سيدي 2015 وجو عبد العزيز والسيد الاساسي على كل الانظمه تعاملها مع استئصال القضيه اللي هي غريب هش. طبعا لا تنسوا على 2015 اللي فهم القانون اللي يتعلق بالعبوديه، اي يعني مشاو الوزراء والمجتمع المدني في الداخل ياك يوصلوا للمواطن على ذي القضيه اللي انقبضوا فيها قوانين، عادوا الوزراء والمنظمات تضايق وذوك يقولوا العبوديه خالقه، يقول العبوديه ما هي خالقه، عندكم بالنذ هو اللي حامل مد المواطنين اللي يشد عليها بانها متباركه مع استئصال قضيه معينه كذا. حينعودوا على مثلا أقوى هرم من الدولة، أعلى هرم معنا عندي من الدولة، اللي يقف واحد يقول العبودية ما هي خالقة، وإحنا نعرف ما يوجد في ديارنا وفي أريافنا وفي قصورنا وفي كذا وفي كذا وفي الطرق، ونعرف بعد أنه فينا الأسر اللي ما زالت تتعامل على الأمور اللي هي أنا على القضية ما هي قضية بعد أن يعود فم ترسانة قانونية، القضية هو الجدية والعمل على استئصال ذي القضيه اللي هي بينا كاملين العبد ومن كان عبدا ومن كان سيدا. انا كمواطن بسيط والوالي والشرطي والدركي وصاحب الحرس والحاكم، هذه الناس كامله تتعاون اياكاش اياكي جد على ذاك اللي عبد على انه مؤازر، وجد لذاك اللي معبد عن هذا مساله ولات وانه يخلوا عن المده اللي ذاك نعود قاعدين في الدوله، وهذا ما فتنا وصلنا له مع الاسم. واضح. طب السيد الرئيس، طبعا سياسيين الحراطين اسمح لي على استخدام هذه العباره، لكن نحن نصلي في الواقع ونخبتهم، البعض يقول انهم يثيرون الشفقه او في موقف لا يحزنون عليه، بين من يحمل شنطه ويجوب العالم ويتسكع على المنظمات ويروي لها قصص عن أمه كيف انباعت وأبوه كيف اشترى وكيف التقون وكيف تفرقون، وهو منظر في منظر يثير الشفقة للحصول على بعض المكاسب التي يصف البعض بأنها غير شريفة أو لا تصب في مصلحة حتى قضيته اللي رافع اللي هي قضية الحراطين أو حتى
قد تضر به، وبينما تنقطع نفسه ركض خلف النظام للحصول منه على صفقة أو تعيين هون وهون. يعني أنت هذا المشهد إلى أي مدى تعتقد أنه قد يخدم القضية أو يضرها؟ وكيف يمكن مثلا أن يتحول إلى الأحسن في وجهة نظرك؟ أنا نسيت جزء واحد ثالث، والله قال اثنين رابع فيها اللي يموت جوعا وعطشا وهو معارض وهو رافض للنظام اللي متبارك معه ورافض الواحدين ثاني ذاك اللي متبارك معه، وفيه اللي ما هو قابل يكون على انه يستمر في نضاله من اجل تحقيق الاهداف اللي منشوده اللي ظاهر له هي بعلن انها مساواه بين المجتمعات كلها. اما بما يتعلق بالناس اللي هي نختار نذكر بقضيه معينه، ان يجوب الشخص العالم من اجل طرح قضيه معينه، هذا يمشي لن يعود ما هو اكبر من قده به اللي قالت الناس عنه اللي ما يرضى عمه يرضى جداته، أين يعود في بلي من حولي رغم معاناتي ما هم مصنتين لي، لأن لو دخلت صنتي لا سيما إلى التظاهر لي عن ذيك المادة الذكية أحيانا تؤثر عن ما هم حولي أكثر من تأثيري يعني. نعدلها الصان قد نعود نعدلها، ماني رافد شكوصي لكن ذا اللي في شيء كما عملت الحر. نختار نقول لكم ونقول للموريتانيين عن الحر اقترح لها على انها الناس تجيب الفضة وتشري العبيد ياكي وحر، قالت لا هذا اعتراف بالعبودية. الحر قال لها نعطوك تمويل تعدلي، لا قالت تمويل اعطوه للدولة. ذي الناس الاخرى انا ما نقدر نقيم ذاك اللي تعدل به اللي ذاك اللي في صدورها ما نعرف، ولا نقدر اللي نقول بعد ان في اطار هذه القريه اللي هي العالم اللي عاد قريه واحده وعاد رئيسنا محمد بن عبد العزيز يقدر الصبح يجبر جائزه عن امر ما معدلوه في دولته، ونقدان هذا نجبر جائزه شوف في امريكا والله فرنسا، راني ما نقدر استغرب بعد نظرا لتغيير معين عدلت جهه معينه كذا لعمل عدل عمر على انها اعطته جائزه عليه، كون على انه يعود بايع بها راس والله بايع بها موريتاني واجع هذا قطع عني شيء. والثاني ما هيك ملي سيفضح والله ملي يهرول وراء النظام من اجل بعد انه يجبر مكاسب، هذا سيفضح ووضحوا شنو على انه الناس ليه تعقل عليه. شفت المشكله المطروحه هارك هو بعلن انا على سبيل المثال نيني قال عني عدلت ووسيت كذا وكذا، التاريخ لا يرحم سيظهره يوما ما يعني يعود هذا ما هو خالق لا يعقب التاريخ يكذب ملي ذا اللي قال عني به اللي لا محاله سيظهر. انطلاقا من الامور اللي هي القضيه ما هي قضيه الحراطين به اللي احنا نعرفه بعلن فهم بعض من الناس كيف تنقولوا مده وكان ولا خاص هالشيء غير جابت الاموال من الخليج وجابت الاموال من كذا وجابت الاموال من كذا وقطعنا على انها هي عادت هي من رؤوس اموال، واحيانا يعود واحد كاتل رقاج وقال عنه فضته. انا على هذه امور وفي بعض من الرواقيش يا غير الحمد وضح. لله اللي ما هي عامه واضح سيد الرئيس. طيب في بعض الاسئله جاتني من فيسبوك لكن عندي 3 دقائق فقط اريد اجوبه مختصره. هذا داه العتيق، ما جديد الأحكام القضائية في حزب المستقبل؟ جديدها أبشر وأشكره أبشر المناضلين وأبشر الموريتانيين اللي منها غيورين على الحق وعلى العدالة. أعلن المحكمة اليوم فندت اللي كان خالق كله وعاد عدنا إليه أرجع إلى محاكمة جديدة بما معناه بعدني كنت رئيس الحزب المستقبل وما زلت رئيسا وإن أرجع المرافعات. واضح. هذا عبد الله الزبير يسألك ما هو موقفكم من منع عمدة الواذيب من القيام بمهامه بعد إطلاق سراحه؟ أنا ملابسات قضية عمدة الواذيب ما نعرف اللي نعرف هو بعلن قال بعلن فم ثغرات مالية وهي اللي على أساسها
كان محبوس. إلا أعلني أنا با شخصيا لا أشجع، أعلن رقاش تلبس بأكل الماء بعد نعود يكفي بعد أنه يخلص. واضح. طب سالم من الله، ما هي آخر أخبار حزب المستقبل ولصالح من حسمة الأمور؟ هذا هو اللي جاوبت عنه. نفس الجواب. طيب سؤالي، ألا يرى ضيفك الكريم، هذا طالب زيدان، ألا يرى ضيفك الكريم أنه ليس إلا كأقرانه من السياسيين، لا يفرق له، لا يعرف له موقف ثابت ولا توجه مقنع؟ باختصار تقييمه هو. أما أنا أما سيب علني راجي مولي من عنده، وأنا لا بعني نعود لا مستقيم ومعتدل، وعني نعود مولي صراحة ما ننبع ولا نشر. طب سؤال جعفر سي، هل يرى أن كثرة الحركات المناهضة للعبودية هي من علامات الخطورة كما قلتها؟ ما هو قول ضيفك في المقولة؟ هل هي خطر على العبودية نفسها؟ لا ليس كثرة الحركات المناهضة ما هي خطر. المهم هو بأن تعود مضبوطة، هي في أدائها مضبوطة في توجهاتها، وأن تعود تخدم القضية، ما دور القضية تخدمها. واضح. طيب سيد الرئيس، انتهى وقت البرنامج. باسمكم مشاهدي الكرام أشكر ضيفي الأستاذ محمد البربص على تحمله وسعة صدره، كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا حول ولا قوة.